اخواني اعزائي، الاتفاق بيني وبين الشيخ هو كالاتي. عنوان المناظره: من منا يعبد اله الحقيقه ولا الحقيقه بين المسيحيه والاسلام؟ والاخ شيعي 12، فعندنا مناظره متكونه من 9 جولات، كل جوله 5 دقائق. ممنوع التدخل في وقت الاخر، تدخل واحد تحذير تدخل ثاني انتهى الموضوع. هذا واحد. 2، ممنوع شتم شخص الآخر. الشتم الأول تحضير الشتم الثاني انتهى الموضوع. الموضوع الثالث أنه منو راح يبدي من عندنا المناظرة؟ أنت تبدي طبيعي. أنا أبدي، ماكو مشكلة. أنت إذا لما تنتهي بالمناظرة في أخير مداخلة إلك ممنوع تجيب أي شيء جديد، لأنه أنا ما راح يكون عندي فرصة أرد عليك. ونتمنى ما تسوي الشيء اللي سواه أبو علي الجلاد وتجيب بأخير مداخلة تجيب شيء جديد، وراح خسر المعركة هو. أوكي عزيزي، اتفقنا؟ أولاً إحنا قاعد أتكلم معاك، يعني لا تجيب أسماء أخرى ما حاضرين هنا حتى يدافعون عن حقهم، يعني على العموم. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت أنا ما أقاطعك نهائياً، بس الصوت قاعد يجي يمك يتكرر، يعني أكو وش عندك؟ المشكلة عندك مو عندي. أنا ما عندي مشكلة. الان اللهم صل على محمد وآل محمد. اي الان راحت الوش، فانت وقتك نهائيا انا ما راح اقاطعك ولا اتكلم كلمه خلال وقتك، لكن انا وقتي هذا حقي، فداخل وقتي اقدر اسالك سؤال تجاوبني مباشره. ما وقتك 5 دقائق، وقتي اني 5 دقائق، ماكو شيء اسمه تسالني مباشره. واضح عزيزي؟ هي أنا يعني وقتي من حقي أسألك، ليش تخاف؟ تسألني أجاوب بوقتي، أوكي؟ أنا أريد أعطيك الوقت من وقتي تجاوبني. أبداً أبداً. ليش؟ لأن حل لنا سالفة هذا، حل لنا سالفة الصوت. أكو وشة يمك راح تزعجنا أثناء المناظرة. عزيزي الوشة مو من عندي، الوشة من عندك أنت. بسبب سماعتك. بعد شوية لما نسوي كتم، اسمعني، لما الواحد الآن اللهم صل على محمد وآل محمد، ها إذا الوش بسبب سماعتك. لا عزيزي الوش مو بسبب سماعتي، بس إنه لما أنا أتكلم أنت تكتم، لما تتكلم أنا أكتم. أوكي عزيزي، هيك نحل الموضوع جدا. أوكي أنا سلمي. أنا وقتي يا حبيبي، أريد من وقتي جاوبني، أنت ليش تضوج؟ أنا من وقتك ما أجاوب، لأنه إلك وقتك ولي وقتي. إيه أنت وقتك أنا ما راح أقاطعك، بس أنا وقتي أريدك تجاوب من وقتي. ما جاوب. ليش؟ لأنه المناظرة إلك وقتك ولي وقتي. إيه أنا وقتي حر بي، أريد أسألك من وقتي. أكو فرق بين محاورة ومناظرة. المحاورة يتم بها الأخذ والعطاء، المناظرة لك وقتك لي وقتي. جاهز؟ تسمى محاورة مناظرة، ما في مشكلة. السجال يكون هكذا. المناظرة عندي وقتك إلي، وأنا قلت لك آني بالاتفاق أنه إلك وقتك وإلي وقتي وما حد يتدخل. قلت لي حاضر. لا، قلت لي إلك وقتك وإلي وقتي، ما حد يقاطع الآخر. صح. إيه، فأنا بوقتي إلي وقتي، ما أقاطعك بوقتك، لكن وقتي أريد أسألك من وقت. أبدا. تمام، يلا يبدي، يلا يلا. هو توهي حالتكم مثل السلفية، ما يقبلون واحد يسألهم. حاضر. لا اسأل. إيه بوقتي أريدك تجاوبني. هذا ما يخصك. أنت بوقتك تنتهي المناظرة وما تجاوب. راح نشوف. يلا دب. خلي الجميع يكونون شاهدين، راح اجاوب ولا ما راح اجاوب. ايش قد اللي عندك موجودين حاليا؟ ليش؟ مو انا الان فتحت، يعني بعدهم ما موجودين يمي، فانت موجودين يمك ولا؟ انا عندي حاليا 100 واحد. حلو، تمام، يلا ابدا، ان شاء الله سوا ما يحضرون. اذا اعيد واذكرك بالمداخله الاخيره مالتك، ممنوع تجيب اي شيء جديد. راح تجيب شيء جديد راح اخذ اني 5 دقائق اني انهي المناظره. واضح؟ موافق؟ فهمنا. زين. طيب تفضل افتح المناظره، ولما تبدا المناظره اكتم رجاء، لانه هذا عمود لا تدخل، يعني لا تدخل. شو دخل؟ يعني لا عمود لا ما اسمع صوتك. هو اشياء انا ما راح احكي حتى تسمع صوتي. طيب أعزائي، أنا وصلنا بكم في هذا اليوم الجميل والرائع، تحياتي لكم جميعا. طبعا أنا قاعد أسمع صوت كتم رجاء، لما يزعم عليك قاعد أسمع صوت. ختام مشكور.
أنا وصلنا بكم أعزائي المشاهدين في هذا اليوم الجميل والرائع، تحياتي لكم جميعا. بعدك ما كاتم، شلون اكتب؟ ما اعرف. روح على 3 نقاط وسوي كتم للمايك. راح نوقف هذا ونبديها مرة ثانية. تفضل ابدي، تفضل ابدي. تفضل ابدي. شكرا جزيلا. أعزائي، أنا طبعا إيه، أنا وصلنا بكم أعزائي في هذا اليوم الجميل والرائع والمبارك. أنا فرحان جدا إنه الشيخ مجتبى الزركوشي قبل أخيرا المناظرة، لكن أريد أن أقول بعض الأشياء. طبعا قبل تقريبا نص سنة اتصلت بالشيخ مجتبى وقلنا له إنه نريد مناظرة، فقال لي أنا لست عليما في الديانة المسيحية، لكن عندنا الشيخ الإمامي هو سوف يناظرك. وهذاك يوم وهذا يوم الشيخ الإمام لم يظهر. وطبعا هذا الشيء نحن نفهمه جدا، لأنه في المناظرة الوحيدة بيني وبين الشيخ الإمامي تم فضح الشيخ الإمامي فضيحة جدا قوية عندما قال أنكم عزيزي عزيزي لا تذكر أسماء ما لها علاقة بالحوار. ممنوع تتدخل. إيش قاعد تتكلم قصة حياتك؟ ممنوع تتدخل عزيزي أنت. تمام تفضل تفضل. أنت شو وقت مراسلني؟ هذا أول تفضل. شو وقت مراسلني؟ شو وقت هذا أول تحذير. رد بوقتك، رد بوقتك. هذا أول حبيبي لا تجيب أسماء ما لها علاقة بالموضوع. هذا إحنا شروطنا واضحة. اكتم رجاء. اتكلم بالموضوع يا شيخ الإمامي. ايش دخل الشيخ الإمامي؟ ايش دخلني؟ شو وقت مراسلني؟ شو وقت مراسلك؟ شو وقت مناسبك؟ شو وقت مناسبني؟ علق بوقتك، علق بوقتك. لعبان نفس مع السلفي. علق وقتك. أنا حاليا أخذ 30 ثانية. فقلنا له طبعا إحنا نفهم لماذا الشيخ الإمام لم يأتي، لأنه أخير مرة عندما نظرنا قال أنتم تؤمنون أن مريم هي زوجة الله، وقلنا له أعطينا المصدر، فتخبط تخبط تخبط وهرب. أتانا بمصدر شخص كاتب كتاب قبل 100 سنة، وضحكنا عليه ضحكا قويا جدا أعزائي، لأنه أتى بمصدر وهو عندما يناظر يجب أن يعرف من هو الشخص تناظره. أنا أؤمن فقط بالكتاب المقدس، وقلت للشيخ مجتبى أنا أؤمن فقط بالكتاب المقدس، فلنرى هل يستطيع الشيخ مجتبى أن يدافع عن الإمام أم لا، ويثبت لنا أن مريم هي أم الله أم لا. طيب أعزائي، المناظرة عنوانها الإله الحقيقي بين المسيحية والإسلام. نرى عندما نقرأ القرآن أن إله الشيخ المجتبى اسمه المتكبر وخير الماكرين، والذي نفخ في فرج امرأة، وليس ذلك فقط، هذا إله يكذب علينا، يكذب علينا بطريقة جدا رهيبة عندما يكذب علينا بطريقة جدا رهيبة أعزائي عندما قال أن النبي الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الإنجيل، هذا أكبر كذب. ونتحدى الشيخ أن يأتينا بمصدر في الكتاب المقدس يقول أن الرسول النبي الأمي يوجد عندنا في التوراة الإنجيل، هذا كذب، هذا كذب. ليس ذلك فقط أعزائي، نرى أن إله الأخ مجتبى يرجم الشياطين بالنجوم، يرجم الشياطين بالنجوم. إله عجيب غريب، يرجم كائنات روحية بكائنات مادية، وأيضا يقول من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. مع هذا كذب، يعني إله الشيخ مجتبى ما يعرف خليقته. أكو هناك مخلوقات ليس لها زوجين، لها صنف واحد فقط، أي مثلا عند دودة الأرض هي خنثى لا ذكر ولا أنثى. وبهذا أثبتنا بكل بساطة أن إله الشيخ مجتبى لا يكذب علينا فقط، لكنه أيضا عايش في وهم عظيم جدا. طبعا إخواني المسلمين، أنتم تسمعونني، ما هو هدف هذه المناظرة؟ لماذا نناظر؟ هل أننا نكره إخواننا الشيعة أبدا، أن نعبهم ونريد خلاصهم، نريد أن نخرجهم من الظلام إلى النور ومن قوة الشيطان إلى الله ليتبع ويعبد الإله الحقيقي؟ لاحظوا أعزائي أن العراق قبل 2000 سنة كان بلد مسيحي، وأصلا في بغداد وضواحي بغداد، في بغداد وضواحي بغداد كانت هناك نهضة كبيرة جدا للمسيحية قبل 2000 سنة. فيسوع المسيح بعد 2000 سنة، نصلي أن يرحم أهل العراق وكل هذه المنطقة لكي يتوبوا ويعرفوا
يسوع المسيح قال ستعرفون الحق والحق سيحرركم، وقال أيضا إن حرركم الإبن فبالحقيقة أنتم أحرار. هذا يسوع المسيح المبارك، ملك الملوك ورب الأرباب، المتواضع ليس كالمتكبر، وخير الماكرين الذي تواضع وأتى إلى هذا العالم حتى يكفر عن خطايانا ويعطينا حياة أبدية. فهذا هو يسوع المسيح الذي نعبده، الحق الحق. قال أنا هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي إلى الله الآب إلا به. بعد 30 ثانية بعد، فأعزائي نريدكم أن تعرفوا هذا الرب المبارك. لا نريد أنه هنا إنسان، ولا نريد أن نحقر إنسان أبدا، نريد فقط أن تعرفوا الحق وتتركوا عبادة الأوثان الموجودة في المذهب الشيعي، التطبير وتأذية الإنسان، الإنسان يؤذي نفسه. هذه كلها بالمناسبة موجودة في الكتاب المقدس، كانوا يفعلونها عابدي البعل، عابدي الأوثان كانوا يفعلونها. تفضل. تمام، بدأ لي وقتي. افتح الجولة. تفتح ما أعرف أنا. افتح الجولة. انفتحي يا جولة. تفضل. سد المايك. أقبل الجولة. تمام. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سلامي وتحياتي إلى كافة الأخوة والأخوات الذين يستمعون إلى هذا البث، كذلك سلامي وتحياتي أو مرحبا لقيس جبرائيل والضيوف الذين عنده. تمام أحبتي، يقول أنه الشيخ الإمامي ومجتبى راسلني وراسلته وطلب من يمي الزواج ورفضت وتزوجنا وعلى التليجرام، والشيخ الإمامي ما أجا ويقدر يرد على التحدي. يا شيخ الإمامي يا أبو علي الجلاد، إيش قاعد تتكلم؟ إحنا وين؟ شنو راسلني وراسلته؟ خطبني وخطبته وما وافق ورفض ردت خطبه. إيش قاعد تتكلم؟ إيش قاعد تتكلم يا حبيبي؟ بالله عليكم هذا الكلام يموت إلى الموضوع بصلة. شنو راسلني؟ شنو أنا قايل له؟ ما أعرف بالهذا. شنو أنت قايل له؟ شنو مواعدني؟ وعدته؟ مش قاعد تتكلم. على العموم شو وقت مواعدني؟ شو وقت مواعد؟ انا ما موعدك اطلع وياك حبيبي، انا قايل لك بعد ال 12 بالليل لا تراسلني. شلون تراسلني على شيء اوعدك به؟ على العموم اخواني احنا موضوعنا الاله الحقيقي بين الاسلام والنصرانيه. يعني شنو؟ يعني من الاله الذي يستحق العباده؟ عليه ان يعرف الاله الذي عنده، ما هي فكره الاله الذي عنده، وانا ابين الاله الذي عندي حتى نعرف يا إلهي يستحق العبادة. هو يتكلم لي هل يقدر أن يثبت مريم أم الله أم لا؟ مريم أم الله شنو؟ رب متكبر وخير الماكرين. رب متكبر شنو معنى المتكبر؟ المتكبر المتعاظم، معنى المتكبر مو معنى المتكبر اللي شخص يتكبر على الآخرين. هو ما فاهم معنى المتكبر. عبال المتكبر يعني يتكبر على الآخرين، مثل الآن بالمعنى العرفي الموجود عندنا، لا يفرق بين المعنى العرفي والمعنى الذي يطلق على الله. المتكبر المتعاظم، يعني أصل الكبر عدم الانقياد. أصل الكبر عدم الانقياد، يعني الله لا ينقاد إلى أحد، هذا معنى المتكبر. خير الماكرين، الله يسمي الشيء، يسمي المجازى باسم المجازى عليه، يعني هؤلاء مكروا فالله سمى الجزاء، جزاؤهم سماه بالمجازى عليه، مو معنى الله ماكر بمعنى مخادع. يقول إلهك يكذب علينا، يقول أنه ذكر أنه المسيح بشر بنبي اسمه أحمد. كذب عليكم كيف؟ كذب عليكم كيف؟ كذب علينا؟ ما كذب علينا. انطيني النسخة الأصلية للكتاب المقدس وأخلي لك إيدي على اسم أحمد الذي بشر به. رايح جايب لي نسخة محرفة اللي هي عنده ويريد أنه يجد ذلك الاسم، ولا تجي تقول لي اثبت لي أنه هاي النسخة محرفة. احنا ما قاعد نتكلم عن التحريف، هذا مو موضوعنا أصلا. يتكلم لي عن عيسى بشر بمحمد، هذا 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 شله دخل بالموضوع؟ عزيزي بين لنا الإله الذي عندك حتى نعرف هل يستحق العبادة أم لا يستحق العبادة. ما عرفنا ما هو الإله الذي يعتقد به. نحن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى موجود، وجوده حقيقي، موجود بذاته، ذاته حقيقية،
هذه الذات غير مخلوقة، قائم بذاته، ليس بجسم ولا صورة، لا يمس ولا يتجانس ولا يحل بالأشياء، قادر على كل شيء، حي قدير عالم ليس كمثله شيء، منزه عن كل جسم وصورة، منزه عن الخلق، بعيد عن خلقه، مباين عنه، على كل شيء قدير، لا يحده زمان ولا مكان، لا يخلو الزمان والمكان منه. وعندما نقول لا يخلو الزمان والمكان منه، لا يعني أنه الزمان والمكان يحدون الله، لأن الله خالق للزمان والمكان، فلا يمكن للمخلوق أن يحد الخالق، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا في الدنيا ولا في الآخرة يمكن أن نرى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه المخلوق لا يمكن أن يدرك إلا مخلوق لا محدود. هذا هو الله الذي نعتقد به، كان في الأزل، كان قبل القبل بلا قبل، أبدي لا شيء بعده ولا انتهاء له. هذا الإله الذي نعتقد به. هل لديك إشكال على اعتقادنا بالنسبة إلى الإله؟ عرفنا إلهك، عرفنا إحنا إلهك شنو؟ أنت إيش تعتقد؟ ما عرفنا، فعرفنا إلهك. أكو فرق بين تعريف الإله ومعرفة الإله الحقيقي حتى نعبده، وأكو فرق بين الرسل الذين أرسلهم، التشريعات، الأحكام، كلماته، بقية المسائل. فأنت مثل ما عرفت إلهي وما نعتقد به، عرف إلهك حتى نريد نعبده. ما هو إلهك؟ إلهك خروف كما هو يقول عن نفسه أنه خروف؟ إلهك دودة كما يقول أنا دودة؟ إلهك شنو؟ هسه هاي تقول لها معاني أخرى، ما في مشكلة، نأتي إلى المعاني، بس قل لنا هو شنو إلهك؟ شكرا. نفتح الجولة. طيب أعزائي، الأخ يقول خير الماكرين أي هو يكون ماكرا مع الماكرين. تسمع هاي القنبلة العظيمة، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. القرآن يقول لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن كان إلهك ماكر مع الماكرين، فإن كان إلهك ماكر مع الماكرين، فلماذا إذن يكون أيضا ماكرا مع الأبرار؟ قنبلة ذرية، لماذا يكون ماكرا مع الأمكار، مع الأبرار؟ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بالنسبة للشيخ أحمد الإمامي، أنا أتذكر ويسوع المسيح شاهد على كلامي أنك أنت قلت لي أنا سوف أرتب مناظرة بيني وبينك، بينك وبينه، وهو الآن لحد الآن لم تتم هذه المناظرة. ولماذا جبت هذا الموضوع؟ لأن الشيخ الإمامي فضح فضيحة جدا قوية عندما قال، أركز ركز لما تسمع، الشيخ الإمامي قال أنتم تؤمنون أن مريم هي زوجة الله، فقلنا له تعالنا بدليل، فحطمناه تحطيما كاملا. إن كنت أنت تستطيع فتعال لنا بدليل أن مريم زوجة الله. واحد. اثنين، الأخ يقول القرآن محرف، يقول عذرا، يقول إنجيلكم محرف، يقول إنجيلكم محرف. طيب عزيزي، سورة المائدة والآية رقم 47، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هاي أول بوم. اثنين، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. بوم ثانية. البوم الثالثة، من الذي أنزل التوراة والإنجيل؟ إلهك. إذن التوراة والإنجيل هي كلمات الله، والقرآن يقول لا مبدل لكلمات الله، فأنت عندما تقول أن التوراة والإنجيل محرفة تطعن بقرآنك. اثنين، القرآن يقول في سورة البقرة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أين إذن الكتاب غير المحرف الذي أنت تؤمن به؟ راح أعطيك بعد البوم الأقوى.
إن قلت لي أنا لا أحتاج أن أؤمن بالتوراة والإنجيل، اسمعوني إخواني المسيحيين اسمعوني، هاي الحجة تقال كثيرا، أنا كمسلم لا أحتاج أن أؤمن بالتوراة والإنجيل، كذب كذب. سورة النساء والآية رقم 136، انظروا ما يقول: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه. شوف بوم، جدا قوية جدا قوية. أنت مأمور أن تؤمن بالتوراة والإنجيل، فإن كانت التوراة والإنجيل محرف فكيف ستؤمن بها؟ اثنين، أنا عرفتك من هو إلهي، يسوع المسيح ملك الملوك ورب الأرباب الذي سحق الشيطان الكذاب تحت الأقدام، سحقه تحت الأقدام. أما بالنسبة للحمل وللدودة فنحن أجبنا على هذا الموضوع مليون مرة، لكن لأن هناك جهل عظيم في موضوع الكلام المجازي. هل عندما نقول أن العراقيون هم أسود الرافدين أي نقول أنهم حيوانات؟ بوم، استمتع استمتع. هل عندما نقول أن العراقيون هم أسود الرافدين هم حيوانات؟ كلا، تعبير مجازي. إذن عندما يتكلم عن الحمل هو ابن الله الوديع الذي أتى حتى يكفر عن خطايانا وذبح من أجلنا وغسلنا بدمه الطاهر والثمين. وبالنسبة لموضوع الدودة فنحن وضحنا ألف مرة أن هذا تعبير مجازي، أي يقال به أنه محتقر، كما نقرأ في كتاب أشعياء محتقر. أما أنت إلهك فإلهك يشجع ماذا؟ زواج المتعة، ويقول أن هذا زواج حلال. إلهك يشجع زواج المتعة، سوف أكمل بعد قليل عن إلهك الذي يشجع زواج المتعة. تمام، دي الجولة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نتكلم بعلمية وتكلم بأدب، إحنا بجلسة علمية، لا كل شوية بوم 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 بوم، وهذا الصوت قاعد يطلع من حلقك ولا يطلع من غير مكان، احترم نفسك وتكلم بأدب. قاعد نتكلم بجلسة علمية، ما قاعد نهرج، إذا تريد تهرج أكو أماكن للتهريج روح هرج بيها. يقول أنه مريم زوجة الله قالها الإمامي، يا حبيبي أنا فارغ أشوف حوارك، أنا فارغ أشوف حواراتك يا حبيبي. يقول لي أنه الإمامي قال وما أدري كذا كذا، أنا أصلا ما أدري أنت وين ويانا بالوجود بعالم ثاني قاعد تتكلم، أنا وين شايف حوارك ويا الإمامي؟ اسألني وأنا أجاوبك، اسألني وأجاوبك، شو تريد؟ شو تريد أثبت لك؟ أطرح أسئلة أجاوبك عنها، لا تقول لي الإمامي قلت له كذا وقال لي كذا وقلت له. أنا وياك قاعد نتناظر يا حبيبي، أنت شنو سؤالك؟ تريد أثبت لك مريم شنو؟ عروس الله؟ قبل قليل قلت هل يقدر أن يثبت مريم أم الله؟ والآن هل يستطيع أن يثبت مريم زوجة الله؟ اثبت لك على شيء، تريد اثبت لك أنها زوجة الله ولا أم الله؟ قسما بالله العلي العظيم، ارجعوا لبداية الحوار، الحوار موجود على اليوتيوب. بالبداية بنهاية مداخلته الأولى قال هل يقدر أن يثبت أن مريم أم الله؟ والآن هل يقدر أن يثبت مريم زوجة الله؟ هسه شو تريد أسوي لك، يا أم ولا زوجة؟ حتى أنطيك بالأدلة ما عندي مشكلة، أما تتكلم لي عن حوارات سابقة وما قدر وما أدري كذا. مو أحمد الإمامي يا حبيبي، أصغر شيعي يسحق اعتقادك واعتقاد كل الآباء والقساوسة، مو بعدين أحمد الإمامي، إيش قاعد تتكلم يا حبيبي؟ على العموم يقول أنه الله مجتبى أقر أنه الله يكون ماكر مع الماكرين. أنا قلت أنه الله ماكر مع الماكرين بالله عليكم؟ أنت منين تفهم؟ مو الله أكرمك واحترمك بالعقل، أكرمك بالعقل، بالله عليكم أخواني أنا قلت الله يكون ماكر مع الماكرين؟ ما قلت هذا الشيء، لكن هذا لا يفهم شيء أخواني. هذا الاعتقادات، تصحيح الاعتقادات للمفيد صفحة 37، يقول في قوله تعالى يقول إن العرب تسمي الشيء باسم المجازى عليه للتعلق فيما بينها والمقارنة، فلما كانت الأفعال المجازى عليها مستحقة لهذه الأسماء كان الجزاء مسمى بأسمائها، يعني الجزاء يسمى باسم المجازى عليه، لا أن الله ماكر، هؤلاء مكروا فالله يريد أن يجازيهم على مكرهم، يعذبهم على مكرهم، فسمى الجزاء بذلك الذي فعلوه.
ولهذا أيضا الشيخ الصدوق في الاعتقادات قال أنه العرب تسمي الشيء باسم المجازى عليه للتعلق فيما بينهما، وليس المراد من ذلك أن الله ماكر. لاحظتم؟ فلا تخيط وتخربط يا حبيبي. زين، يقول أنه زواج المتعة وربك أجاز المتعة والتحريف والكرة، إحنا وين قاعد نتكلم؟ أقول له عرف لي إلهك حتى نعبده، يقول يسوع رب الأرباب الذي سحق الشيطان. وين عرفناه؟ وين هسه هو؟ وين الإله؟ ما هي صفاته؟ كيف يتكون؟ أين هو؟ من أي شيء متكون؟ مو أنتوا عندكم الإله الآب والابن وروح القدس وأقانيم وطبيعة؟ وضح 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 شنو الأقانيم، شنو الطبيعة حتى المشاهد يعرف. أنا مثل ما عرفت لك الإله تتكلم لي عن تشريعات وأحكام وزواج متعة وكذا، يستنكر على زواج المتعة. مو أنت سليمان عندك الزواج 700 وحدة، 700 وحدة سليمان الزواج، و300 سرية، يعني ألف ألف ألف. هسه يقول لي لا، مو الإله عندنا استنكر علي، استنكر علي، ما استنكر على البقية. إبراهيم تزوج 13 سرايا، 13، يعقوب تزوج 4، وابن سليمان، ابن سليمان تزوج 700، جيت على زواج المتعة؟ سبحان الله. على العموم لم يأتي بشيء إطلاقا، اتكلم عن صفات الله، أين إلهك وما هو إشكالك على إلهنا. مو موضوعنا التحريف حتى أثبت لك تحريف الكتاب المقدس، مو موضوعنا زواج المتعة والتشريعات والأحكام، نريد نعرف إلهك. يقول دودة هذا مجازي. هو أنا قلت لك هذا حقيقي؟ أنت ما تسمع ولا إيش؟ أنا قلت لك ربك خروف، ربك دودة، وقلت لك لا تقول لي هذا مجازي. مجازي ولا غير مجازي؟ ربك يقول أنا دودة، يقول أنا خروف، فقلت لك حتى لو قلت مجازي عرفنا ما هو ربك. البعض عباله ربك دودة، ربك خروف، زين مجازي، لماذا أطلق على نفسه خروف؟ ممكن توضح لنا عندما أطلق هذا التعبير المجازي لماذا أطلقه وما معناه؟ فسر حتى أنقض عليك وبين لنا ربك، تفضل. طيب أعزائي، طبعا الشيخ يتهرب أمام الجميع، هروب لأنه ما عنده أي جواب. يقول لي أنا شو علاقة بيك؟ طبعا هذا بالمناسبة هاي تمرتين تتجاوز، كن حذر لا تتجاوز، خليك محترم بكلامك، واضح؟ مال إنه بعد الساعة 12 بالليل هاي البوم وين طالعة، خليك محترم بكلامك، أوكي؟ إحنا قلنا ممنوع تتجاوز على الشخص الآخر، واحد اثنين. الأخ يقول أنا شو علاقة بالشيخ الإمامي؟ طيب أنت مالك علاقة بالشيخ الإمامي، أنت الآن تعرف أن الشيخ الإمامي قال أن مريم هي زوجة الله. تفضل جيب لنا المصدر الذي يؤكد أن مريم هي زوجة الله. جيب لنا المصدر الذي يؤكد أن مريم هي زوجة الله. القرآن يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. من هم الذين قالوا أن الرحمن اتخذ ولدا؟ الشخص الكذاب الذي كتب القرآن لأنه لا يعرف إيماننا اعتقد أننا نقول أن الله له ولد وله صاحبة، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ولا يوجد إنسان مسيح على وجه الأرض يؤمن أن الله له ولد أو له صاحبة. زين، يقول أنه الله ليس بماكر، مقال مكر ومكر الله. مكر، فعل، مكر، والله خير الماكرين. مكر، مكر خير الماكرين، مكروا ومكر الله، هم فعلوا شيء والله فعل نفس الشيء. إذن التفسير المنطقي أنه هم كانوا ماكرين وكان ماكر مثلهم جازاهم بالمثل. أوكي أوكي. لكن في الآية يقول لا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرون. يقول سليمان كان عنده 1900 زوجة، سليمان كان متزوج زواج متعة لمدة نصف ساعة، بوم استمتع. شيء ثاني أخواني، سمعتم جميعا أنه قال ابن سليمان كان متزوج من 700 امرأة،
سمعتم بآذانكم. ابن سليمان كان متزوج بسبعمائة امرأة. أتحداك تجيب المصدر، أتحداك تجيب المصدر من الكتاب المقدس الذي يقول أن ابن سليمان كان متزوج سبعمائة وحدة. الأخ يقول نريد أن نعرف من هو إلهك أو لماذا سمي بالحمل. الحمل تعبير مجازي يدل على التواضع، ليس كالمتكبر وخير الماكرين. إلهنا متواضع، أتى إلى هذا العالم حتى يكفر عن خطايانا ويعطينا حياة أبدية، الذي مات من أجلنا وغسلنا بدمه من خطايانا وجعل منا ملوكا وكهنة. هذا هو إلهنا. مكتوب الله محبة، يسوع المسيح قال هو الطريق والحق والحياة، لا أحد يأتي الله الآب إلا به. هذا هو إلهنا، إله المحبة، إله الفرح، إله السلام، إله القوة. هذا إلهنا متواضع. لماذا لا تتكلم، اسمعوا أخواني، اسمعوا أخواني المسيحيين على هاي البوم القوية، لماذا تكلمت عن الحمل ولم تتكلم عن الأسد الخارج من سبط يهوذا؟ بوم. لماذا تكلمت عن الحمل ولم تتكلم عن الأسد؟ لأن يسوع المسيح لقب أيضا بالأسد الخارج من سبط يهوذا. أعزائي، أريدكم أخواني المسيحيين أن تسمعوا كلام الإمام الذي ما ينطق عن الهوى، فكلام الإمام هو كلام الله عندهم. اسمعوا ماذا يقول الإمام، اسمعوا اسمعوا اسمعوا. ما من شيء أشارك فيه أبغض إلي من الرمان، وما من رمانة إلا وفيها حبة من الجنة، فإذا أكلها الكافر بعث الله عز وجل إليه ملاكا فانتزعها منه. الله عندهم يقول أن كل حبة في الرمان هي من الجنة، والله عندهم ماذا يقول؟ يقول اسمعوني، من أكل حبة من رمان أمرضت شيطان الوسوسة 40 يوما. تفضلوا أعزائي، إله الأخ مجتبى يقول ألا من أكل حبة من الرمان أمرض شيطان الوسوسة 40 يوما. تفضل وضح لنا على هذا الموضوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لي أنه أنت تجاوزت، كيف تجاوزت أنا إخوان؟ لأن قلت له أنه هاي البوم ما أدري منين قاعد تطلع، أنت احترم نفسك حتى واحد يحترمك. بوم بوم، وإحنا وين قاعدين؟ إحنا قاعد نهرج ولا قاعد نناظر؟ ناظر بأدب واحترام حتى واحد يحترمك، حتى يكون الحكم للمشاهدين. تبوم على شنو؟ فأنا شكيت هاي البوم منين طلعت، فقلت لك هكذا. واحترم نفسك ولا تتجاوز، تقول أنه الله الكذاب يقول في القرآن. لا تتجاوز، احترم نفسك حتى ما أخلي الصليب بغير مكان. زين، فإخواني الآن لا تتجاوز، لا تتجاوز، أنت تجاوزت على الله، تجاوزت على لا الله. لا لا لا، أنا معك. إلي حق، إلي حق أن أنتقد الإله، أنتقد أنت الإله، أنتقد أنت الإله. أنت سد المايك، يلا اسمع، يلا هاي فهمنا، فهمنا دربالك، هذا خير تعبير، فهمنا، سد المايك، سد المايك، سد المايك، سد المايك. تنتقد الإله، وين قاعدين تنتقد الإله؟ أنت تقول الله الكذاب يقول في القرآن، هذا ما لك حق تقول أنه كذاب. تقدر تجيب آية وتسألني، تستفهم هل هذه الآية كان صادقا فيها أم لم يكن صادق. انتقي ألفاظك، انتقي ألفاظك، لا تقول عنه كذاب. ربك الكذاب، ربك اللي صلبوه. ها قاعد أنت، أنا نفس عبارتك، أنت تقول ربك يكذب، أنا ما أقول ربك الكذاب اللي صلبوه ما قدر ينقذ نفسه وقال راح أرجع وبعد ما رجع، فإن شاء الله من يرجع يثبت أنه صادق، بما أنه ما رجع كذاب. فاحترم نفسك، قول هل هذه الآية كان صادقا فيها أو لم يكن صادقا حتى أنا أجاوبك. يقول مريم الإمامي قال أن مريم زوجة الله، طلع لنا كلام الإمامي. أنا قاعد أناظرك ولا أناظر الإمامي؟ والله هاي بلوة. الناظر سلفي ما يندر راسه من رجلي، الناظر نصراني يجيب لي حوارات أخرى. أنا مالي ومالي الإمامي يا حبيبي. من تروح تناظر الإمامي، روح قل له انت مو قلت كذا وكذا، وسيطلع الامام جايب لك الدليل. بس انت بعد هاي تريد تسوي انتصارات وهميه، فجيب لي كلام الامام حتى انطيك الدليل. انت اسالني، اسالني شو تريد، اثبت لك مريم ام الله ولا زوجة الله ولا ايش؟
استقر على وحدة، أنت مرة قلت مريم أم الله ومرة زوجة الله، زين، وإذا الإمام قايلها وأنت تقول ما موجودة بالكتاب المقدس فسمعني تسجيل للإمام، هل قال أنها موجودة بالكتاب المقدس؟ إذا قال حتى نسأله، إذا ما قال فهو لم يقل. زين، أما رواية الرمان، يا رمان يا برتقال يا أصخام، يا إحنا قاعد نتكلم عن الرمان أو يا إله هو الإله الحقيقي. المجلس قال على رواية الرمان أنها ضعيفة، يا رمان هساني شو عليه بالرمان؟ يقول أنه مجتبى، قال جاب لي آيات أنه الله ماكر، مو رديت عليك أنت ما تفهم أنا شنو مشكلتي، رديت عليك. الشيخ الصدوق في الاعتقادات يقول الله سبحانه وتعالى حقيقة ليس بماكر، ولا يخادع ولا يستهزئ ولا يسخر ولا ينسى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المفيد يقول إذن لماذا يقول، إذن لماذا يستخدم هذه الألفاظ، يخادع يمكر، لماذا؟ هل معنى ذلك أنه هو ماكر هو مخادع؟ لا لا، وإنما العرب تسمى الشيء باسم المجازى عليه للتعلق فيما بينهما والمقارنة، فلما كانت الأفعال المجازى عليها مستحقة لهذه الأسماء كان الجزاء مسمى بأسمائها. لو ربك ينزل من الصليب ما يفهم هذا الكلام، شو أسوي لك؟ أنا قاعد أجاوبك أنت ما تفهم، شو أسوي لك؟ زين، يقول أنه قال ابن سليمان متزوج 700، انطيني دليل. أنا قلت سليمان متزوج 700، إذا قلت ابن سليمان سبق لسان، أنا كنت أتكلم من حفظي. ابن سليمان، ابن سليمان قرة عينك، متزوج وحدة؟ ابن سليمان أيضا كان متزوج على ما في بالي 18، 18 زوجة و60 سرية، 18 زوجة متزوج و60 سرية. يقول لي لا هذا مو مثل المتعة، وشنو هذا الزواج شرعي عندك أقره الله وهذا عندي زواج شرعي، شنو الإشكال؟ 60 سرية و18 زوجة متزوج ابن سليمان. فإذا أنا قلت 700 سبق لسان، كنت أقصد سليمان مو ابن سليمان. على العموم أساس سواء 60 سرية و18 زوجة ولا سليمان 700، إيش راح يصير يا حبيبي؟ هذا عندك تشريع، عندي المتعة تشريع، أنت شنو قاعد تتكلم؟ إلهك وين؟ يقول لي لا إلهي خروف يعني متواضع ولطيف. زين ليش مو إلهك؟ يعني أنا الآن إذا أقول لك يا خروف راح تزعل ولا لا؟ أخواني واحد يطلع بالشارع يشوف له نصراني يقول له ها خروف، مو راح يصل خبراج دي وقعه، راح يقول له مو إلهك خروف، راح يقول له لا هذا تجاوز، يقول له لا أنا أقصد تواضع. شو هالكلام؟ زين إذا كان إلهك خروف، مشكور خلص وقتك، مشكور. أنا لي كل الحرية أن أنتقد العقيدة، لي كل الحرية أن أنتقد العقيدة، ولي كل الحرية أن أقول أن الذي كتب القرآن كذاب، وإلهي المبارك ملك الملوك ورب الأرباب سحق ربك الكذاب تحت الأقدام. أعيد، إلهي المبارك، عمي لا تتجاوز، لا حط الصليب بربك، احترم نفسك، احترم نفسك، سحق ربك تكلم بأدب تحت الأقدام. إلهي تكلم بأدب، لا خلي الصليب بربك، لا تتداخل، لا تتداخل، لا تتداخل، هاي أخير تحذير، أخير تحذير، أخير تحذير. هذا ربي المبارك سحق ربك الشيطان تحت الأقدام. الآن نتكلم ونعيد إلى موضوعنا. الأخ قال بكل شجاعة، قال اسألني انت ليش تتكلم عن الامامي، اسالني اسالني. ها شوف شوفوا شوفوا اعزائي الضعف عندما لا يكون له جواب. سالناه كم مره، الامامي قال ان مريم هي زوجة الله، عندك مصدر؟ شوفوا شوفوا رابع مره نقول ان الامامي قال ان ماذا، ان مريم زوجة الله، جيب لنا مصدر، جيب مصدر، جيب مصدر. وبعد لا تقول للإمامي أنت، الكلام موجه إليك، هل مريم هي زوجة الله أم لا؟ الأخ قال عندنا زواج متعة، من قال لك أن سليمان هو مثالنا؟ ومن قال لك أن حاليا الزواج بأكثر من امرأة شيء حلال؟ هذا كان في ذلك الوقت،
الآن المسيح تزوج امرأة واحدة فقط، وحتى الزواج الذي كان دخله سليمان هو لم يكن زواج متعة، زواج متعة عندكم لمدة نصف ساعة. فلا تقارن البطيخ بالرق يا عزيزي، لا تقارن هذا بهذا، هذا ما له علاقة أي شيء بهذا. يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو الطريق والحق والحياة، هو الألف والياء، البداية والنهاية. عندنا مكتوب الله محبة، هذا هو ربي، هذا هو ربي، الله محبة. الله ماذا؟ الله محبة. لا قال أخي تتكلمني على الرمان ليش، هذا كلام ربك، الرمان كلام ربك، وإن قلت أن المجلسي قال أن هذا الحديث شوفنا قدام عنا، أنا فحصت جميع رجال هذا الحديث كلهم ثقات، فحصت رجال الحديث كلهم ثقات، فإن كان المجلسي قد ضعفهم لماذا؟ فالمجلسي يطعن بعالم الرجال عندكم الخوئي الذي قال أنهم كلهم رجال ثقات، ثقات، قال أنهم ثقات. وبالنسبة طبعا أكو حديثنا عن الرمانة، هذا كلام ربك، لماذا أتكلم عنه؟ لأن عندك الإمام المعصوم لا يتكلم عن الهوى، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فهل الإمام عندك يتكلم عن الهوى أم لا؟ وإمامك يقول أن الذي يأكل حبة من الرمان، نرجع على الحديث هذا الجميل الرائع، أن الذي من أكل حبة من الرمان أمرض شيطان السوسة 40 يوما. حبة الرمان، نرجع، حبة الرمان تمرض شيطان الوسوسة 40 يوم، ليش مو 50 يوم؟ ليش مو 60 يوم 70 يوم؟ نرجع على موضوع الخروف والأسد، قلنا له ماذا يعني الحمل، وقلنا له لماذا لم يعلق عن موضوع الأسد، الأسد الخارج من سبط يهوذا، الأسد الأسد ملك الملوك ورب الأرباب، هذا هو ربنا المبارك يسوع الحي القدوس القائم من بين الأموات، القائم من بين الأموات. فإحنا في صلب الموضوع، إحنا في صلب الموضوع نتكلم عن كلام ربك، عن الرمان هو كلام ربك. وإن قلت لي هذا الحديث ضعيف، وضح لنا لماذا ضعفه المجلسي، ما هو السبب، ما هو السبب، لماذا ضعف المجلسي؟ أول طبعا نريد إثبات أنه مجلس ضعفه، ثانيا نريد نعرف لماذا ضعفه المجلسي. وأخير تحضير راح تتجاوز، راح أني المناظرة مباشرة حتى تعرف. تفضل. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أحبتي يقول إلهي سحق إلهك، لا والله أنا أسحق إلهك وأدوس على رأسه، هاي حرية التعبير، أنت قلت أنا لي الحرية أقول إلهك كذاب وإلهي سحق إلهك، أنا هم لي الحرية، مالك حق. يقول الإمام قال أن مريم زوجة الله، إيه انطيني الدليل يا عيني، انطيني كلام الإمامي، وين تسجيل الإمامي؟ يقول لي لا أنا راح أوجه لك السؤال، انطيني الدليل مباشرة، انطيني الدليل أن مريم زوجة الله، هو أنا قايل مريم زوجة الله حتى أنطيك الدليل؟ أنا قلت حتى أنطيك الدليل؟ الإمامي قال، فإذا الإمامي قال سمعنا التسجيل. هل الإمامي قال أن مريم زوجة الله موجود هذا بالكتاب المقدس، ولا شنو عبارة الإمامي؟ ما هو نص الإمامي؟ ما هو سياق الإمامي حتى أنطيك الدليل؟ يقول لي لا أنت أنطيني الدليل، هو أنا قلت هذا الكلام حتى أنطيك الدليل عليه؟ تمام. يقول لي كان سابقا كثرة الزوجات، لكن المسيح تزوج واحدة، المهم كان أكو كثرة الزوجات وكان هذا تشريع وربك ما نهى عنه، كذلك أنا زواج المتعة عندي تشريع، خلاص خلاص زين. يقول لا تقارن الزواج بالمتعة، هذا تشريع وهذا تشريع، خلاص ولا كلمة. يقول ربي محبة، ربي محبة، يا ربك محبة، ربك محبة، ربك الذي كان يأمر بقتل الأطفال الرضع، طفل رضيع كان يأمر بقتله وسحقه، طفل بريء، هذا محبة؟ هذا محبة عندما أمر أن يقتل الأطفال الرضع؟ أخواني ربه
أمر بقتل الرضع بالمهد رضيع، أمر بقتله وسحقه بالأقدام، هذا محبة يا محبة. يقول الخوئي قال أن الرواية كلهم ثقات، أعرض لي على الشاشة وين الخوئي قال على الرواية أنه رجالها كلها ثقات. قلت لي المجلسي شنو سبب ضعف الرواية؟ لأن فيها النوفلي والنوفلي ضعيف. أنت ما قرأت لنا سند الرواية؟ إذا الرواية نفس الرواية اللي أنا ببالي اللي بيها النوفلي فالمجلسي علق عليها وقال ضعيفة لأن فيها النوفلي. إذا أنت سند الرواية اللي عندك غير سند الرواية اللي أنا أتكلم عليها واللي هي ببالي، أعطينا سند الرواية، ما أعطيتني سند الرواية، فلا تتكلم كلام إنشائي. زين أحبتي إخواني، إلى الآن تكلم بالموضوع رمانة وبرتقالة ومدري كذا. يا رمانة يا برتقالة، إلهك الذي أنت تعتقد به وتدعو الناس إليه وين 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 إلهك الذي أنت تعتقد به وين؟ غير أن عرفه يقول إله المجد يسوع المسيح رب الأرباب، إيه هو وين وين؟ مو تقولون ثلاث أقانيم بجوهر واحد طبيعة واحدة، فسرنا اشرحنا كيف جاء، من هو ابنه، مات عايش حي كيف كان، اشرح لنا شرح عن إلهك، مو تشرح لي عن رمانة وغير رمانة. عندك إشكال على إلهي؟ أنا عرفت إلهي وبينت إلهي، عندك إشكال عليه؟ سبحان الله. على العموم الآن طبعا إخواني، إحنا إذا جاء طفل صغير إلى الدنيا، إذا جاء مولود إلى الدنيا، فنحن ماذا نؤذن ونقيم في أذنيه، نؤذن ونقيم حتى يعرف أنه مسلم، يسمع شهادات الإسلام. فأنا الآن أطلب من يمك، أنتم لديكم عندما يأتي الطفل الصغير يكون هناك تعميد، الآب والابن وباسم الآب والابن وروح القدس، هاي التعميد حتى يباركون هذا الطفل، فانطيني يعني يباركونه بالثالوث ويدعون عليه ويمسحون على رأسي ويدخلوا بماء حار ويطلعوا ينتفوا ما أدري شي يسوون. فانطيني أحد الأنبياء أو انطيني يسوع عندك، عندما كان يولد الطفل كانوا يعمدوه بهذا التعميد بالثالوث، الآب الابن روح القدس، انطيني. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية طبعا أطرح عليك سؤال آخر أيضا جاوب عنه بوضوح لا تلف وتدور. إذا كان يسوع ابن الله، إذا كان هو الله، يعني الابن أيضا هو إله، إذا كان هو الله يسوع، فانطيني نص من الكتاب المقدس قال أنا الإله فصلوا لي. إذا هو إله يعني اللاهوت في الناسوت في الجسد، فلماذا لا يدعو الناس إلى الصلاة إليه؟ هو أيضا إله، فانطيني نص قال إني أنا الإله فصلوا لي. إذا قلت لي لا هو ما يحتاج أن يصلى إليه، انطيني ناس قال إني أنا الإله من دون صلوا لي. إذا قلت ما يحتاج الصلاة، انطيني ناس قال إني أنا الإله. تفضل. طيب أعزائي، طبعا هاي أول صاعقة. طبعا أنا قلت لكم إخواني أنهم سوف يسأل أين قال المسيح، أنا والله أنا أقول لكم. طيب الأخ قال، اسمعوا يا أخواني المسيحيين، الأخ قال الرواية ربما فيها النوفلي. لا، ما بيها النوفلي، النوفلي ما بيها. راح أعطيك السند، اسمع علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله، والرواية الثانية أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم. النوفلي غير موجود. طيب الأخ قال، طبعا أنا كنت أعرف راح يتكلم على قتل الأطفال، اسمعوني عزيزي، اسمعوا شوفوا قوة يسوع المسيح. أتحداك تجيب لي آية واحدة من الكتاب المقدس تقول أن الأطفال أبرياء. اسمع أشعياء 48 يقول لأنك دعيت متعديا من الرحم. 2 يقول في المزمور 58 زاغ الأشرار من الرحم ظلوا من البطن متكلمين كذبا. أما ربك فلماذا قتل أطفال في وقت نوح طوفان نوح؟
لماذا قتل ربك أطفال قوم نوح؟ ولماذا قتل ربك أطفال قوم لوط؟ ليس ذلك فقط. سورة الكهف والآية رقم 80. سورة الكهف والآية رقم 80 ماذا تقول؟ اسمعوني اسمعوني، ماذا تقول هذه الآية الجميلة؟ اسمع. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ماذا يقول القمي؟ ماذا يقول القمي في هذه الآية؟ يقول وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وطبع كافرا كذا نزلت فنظرت إلى جبينه وعليه مكتوب طبع كافرا. بوم! الخضر قتل إنسان طبع كافرا لم يكن قد فعل خيرا أو شرا. طيب ليس ذلك فقط، انظروا أعزائي، انظروا ماذا يقول، انظروا ماذا يقول، ماذا نقرأ عن موضوع الأطفال في الشيعية. انظروا. سألت أبا عبد الله، لا يريد المصدر، روى جعفر بن يشير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث، قال كفار والله أعلم بما كانوا يعملون، يدخلون مداخل آبائهم. اسمعوا 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 قول الإمام المعصوم، اسمعوا قول الإمام المعصوم. وقال عليه السلام تؤجج لهم نارا فيقال لهم ادخلوها، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن أبوا فقال الله عصيتموني. تصوروا أعزائي، إله الشيخ مجتبى يلزم الأطفال، إله الشيخ مجتبى يلزم الأطفال، يشعل نار يقول لبابا روح ذب نفسك بالنار، روح ذب نفسك بالنار. إذا الطفل راح ذب نفسه بالنار معناه يدخل الجنة، وإذا الطفل ما رضى يقول ها شفت شفت يا طفل شفت أنت عصيتني يا بلاش، ما ذبت نفسك بالنار ليش؟ قلت لك ذب نفسك بالنار. يا با أنا أعرف، أنت عبالك أنا ما أعرف أنت ايش راح تحكي؟ راح أعرف أعرف، صدق أعرف صدق أعرف. هسه أنت الرمانة، وين الرمانة وزواج المتعة؟ تقبل تنطيها لك متعة؟ تقبل تقبل الرمانة والمتعة، الرمانة والمتعة. نريد نسمع منك جواب عن أين نجد الرسول النبي الأمي في التوراة والإنجيل. لو نسيت نسيت، مو قلت مو قلت التوراة محرفة، مو حطمنا كلامك تحطيما كاملا. وين وين؟ وأنزلنا التوراة والإنجيل ولا مبدل لكلمة الله. خذ هاي البوم الثانية، خذ هاي البوم الثانية، إن كانت كتبنا محرفة خذ البوم. سورة يونس، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. يا با تمام، بدأ لي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني يقول أنه جاء برواية عن الإمام أنه الطفل يموت على ما يموت أبيه، يموت على ما يموت آباؤهم إذا لم يكن بالغا، يعني يموت كافر. هو يقول الله أكبر كافر، الله أكبر. عزيزي هذه أحكام إلحاق الطفل بأبيه، إذا أبو أمه كفار فهذا الطفل عندما يولد لم يبلغ بعد يلحق بالأبوين، يعني أبو كافر هو يكون كافر، يعني إذا وصل إلى سن البلوغ وأعلن إسلامه يكون مسلم، انتهت القضية. فهاي أحكام إلحاق الطفل، إذا أبو كافر وأمه مسلمة عندما يولد يكون مسلم، لأنه الإسلام أشرف من الكفر فيلحق بأحد المسلمين هكذا. زين، وإذا طفل هل يعاقب؟ لا يعاقب، وأنت قلت بنفسك أنه في يوم القيامة الله يختبره، إذا أطاع يدخل الجنة، إذا عصى عصى الله فكفر فيكون من الخاسرين. على العموم فهذا الطفل لا ذنب له، وإنما من باب إلحاقه، إلحاقه يكون مسلم ولا غير مسلم، لا أنه
شيء عليه، أو الخضر قتل الغلام، هذا مو قتله وهو بريء مثل ما ربك يسحق الأبرياء، لا، هذا هو جزاؤه. يعني شنو جزاؤه؟ يعني هذا هو قد حان وقته. يعني أنا الآن أعبر الشارع، صدمتني سيارة، حادث، متت، صدمتني سيارة، حادث، هذا أجلي، الله كتب أجلي هكذا، مو بالضرورة أنا فعلت شيء. كذلك هذا الغلام كان أجله على يد الخضر، مو لأنه أذنب أو لأنه فعل فعل مشين، مو لأنه فعل فعل مشين هكذا جزاؤه، زين، وإنما جاء أجله. فإذا جاء أجله شيء، إذا جاء أجله شيء، وسحق الأبرياء من دون ذنب بذنب آخرين شيء. يعني أنا الآن، أنت عندك بكتابك المقدس ربك سحق الأطفال الرضع، لماذا؟ بذنوب غيرهم. هاي هي الطامة الكبرى. يعني الله يقتلني، ليش قتلني؟ لأن واحد بالتعليقات ساب واحد آخر بالتعليقات، وأنا مالي ومال ذاك الشخص. لا، أما عندما الخضر قتل هذا الغلام جاء أجله. ليس المراد من ذلك أنه فعل فعلا مشينا، مثل ما أنا أعبر الشارع تصدمني سيارة، هذا الذي كتبه الله، مو لكون الله عاقبني على ذنوب غيري. كما الله عندك حرق الأطفال، سحق الأطفال، قتلهم بذنوب غيرهم. يقول لي لا لا، أنت عندك نوح، أنت عندك نوح أنه الله قتل، أنزل العذاب على الرضع. أنا عندي باب كامل، باب كامل، باب العلة التي الله سبحانه، لأي علة أغرق الله الدنيا كلها في زمن نوح، باب كامل. روايات عن الأئمة صحيحة أن الله سبحانه وتعالى جعل العقم في النساء، فالنساء، جعل العقم في النساء، النساء لا تلد إلى أن امتد ذلك الزمن من دون ولادة أطفال، إلى أن كبر ذلك الجيل، كفر ذلك الجيل، استحق العذاب، نزل العذاب على هؤلاء الذين استحقوا، ما نزل العذاب على أطفال رضع أبرياء. باب كامل عندي، الله جعل العقم في النساء حتى لا يلدن، وبعد ذلك أنزل العقوبة. على العموم، يقول أين نجد في التوراة والإنجيل أنه اسم النبي؟ هربت من هذا الشيء؟ وين هربت يا حبيبي، وين هربت؟ أنا قلت لك موضوعي مو إثبات نبوة النبي وصدق نبوة النبي في الكتاب المقدس. ممكن نفتح حلقة إثبات نبوة النبي وبشارات النبي في الكتاب المقدس وأثبت لك. إحنا كلامنا من الإله الحقيقي الذي يستحق التوبة، يستحق العبادة. أنت إيش قاعد تتكلم رمانة وجبت لي السند وكذا؟ أخذها سند. أكو روايات من طرق أخرى فيها النوفلي ضعيفة، هاي الرواية اللي أنت جبتها، وثم ماذا؟ رمانة، هذا السند اللي جابه صحيح، نعم رمانة، هناك حبة من حبات الرمان من حبات الجنة، وشنو يعني؟ يعني إذا ثبت أنه حبة من حبايات الرمان من الجنة، يعني بطلت عبادة إلهي؟ هاي إيش دخلها؟ إيش قاعد يتكلم؟ المتعة، زواج المتعة، هذا تشريع عندي، هذا تشريع. على الأقل أنا عندي تشريع. أنت عندك داود، أنت عندك داود كان يزني، يزني زنا، زنا مو زواج شرعي، زنا. إخواني داود عندهم قتل صاحبه وزنا بمرته، وبعدين قتل صاحبه اللي زنا بمرته. هذا دينك أنت؟ تريدني أترك داود النبي الطاهر المطهر عندي وأتبع داود عندك اللي قتل صاحبه اللي زنا بمرته، بمرت صاحبه، بعدين قتل صاحبه اللي زنا بمرته، اتبع هكذا شيء؟ انا عندي هذا التشريع، انت عندك كل زنا. على العموم، ايش وقت تجاوب على اسئلتي؟ يقول انا عرفت راح يسالني هل قال يسوع عن الله؟ طبعا هذا سؤال بديهي، انت تقول انه الله، هل قال؟ انطينا الدليل. أعزائي، انظروا ما الذي سوف يحدث الآن. تحطيم بالكامل، طور الرجال تحطم انت الموضوع. أين قال المسيح أنا هو الله؟ إنجيل يوحنا الإصحاح 13 والعدد 13 والرابع عشر. أنتم تدعونني الرب والمعلم، وأصبتم فيما تقولون، فهكذا أنا. فإن كنت وأنا الرب والمعلم غسلت أقدامكم، فعليكم أنتم أيضا أن تغسلوا بعضكم أقدام بعض. يسوع المسيح قال أنا سوف أجازي كل إنسان حسب عمله. يسوع المسيح قال أنا أغفر الخطايا. يسوع المسيح قال أنا أرسل الأنبياء، وقال حيث اجتمع اثنان وثلاث باسمي أكون أنا في الوسط. تحطيم كامل. الأخ يقول داود زنا، ومن قال لك أننا نقتاد به في زنا؟
وربنا عاقبه على زنا. لكن داود تاب، أما رسولك، قارن داود برسولك، إلهك يعاتب رسولك يقول له وتخشى الناس في سورة الأحزاب الآية 37 قوية، وأنا عليك أن تخشاني. أكبر بوم، رسولك المعصوم كان يخشى الناس. واحد اثنين، لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إلهك رسولك كان يبتغي مرضات أزواجه أكثر من مرضات الله. ثلاثة، الأخ يقول أتحداك، الأخ يقول ربك سحق الأطفال بسبب ذنب الآخرين، جيب المصدر. أتحداك تجيب المصدر إنه ربي سحق الأطفال بسبب ذنب آخرين. عندنا مكتوب في سفر حزقيال الأب لا يحاسب على ذنوب ابنه، يحاسب على ذنوب أبوه. بوم، شوف هاي عدل، عدل، هاي عدل. تحداك تجيب مصدر يقول أن الأطفال عوقبوا بسبب ذنوب الآخرين، بس أنت ما تسمع. اسمع مرة ثانية، أتحداك تجيب آية من الكتاب المقدس تقول أن الأطفال أبرياء. قرأنا لأنك دعيت متعديا من الرحم، وقرأنا أن الأشرار سرعان ما يولدون يزورون على الطريق. آية باخ، تحطيم كامل. أما أنت الأخ يقول الطفل يلحق أباه. طيب شنو ذنب الطفل الكافر أنه ولد في عائلة كافرة؟ بوم، ما هو ذنب الطفل أن يولد في عائلة كافرة؟ ونرجع، ماذا قال إمامك؟ إمامك قال أنه كافر. أولاد المشركون يموتون قبل أن يبلغوا، قال كفار. وقال عن الإمام الخضر أنه ما الخطأ الذي فعله؟ فخشينا، أنت تعرف القرآن؟ تعرف القرآن؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. خشينا، شو الشيء اللي سواه الغلام؟ أتحداك تجيب لنا الشيء الذي فعله الغلام. جيب. طيب شفتوا أعزائي، تحطيم بالكامل، ما عنده أي أدلة. يقول لي رمانة، ما عندنا مشكلة رمانة. عزيزي فهمنا الحديث هذا، من أكل حبة من الرمان أمرضت شيطان الوسوسة. عندك أنت تقدر تخلي شيطان الوسوسة يمرض، خليه يمرض. طيب إخواني، أريد أقول لكم شيئا جميل جدا. الإخوان الشيعة يدعون الحسن والحسين، يا علي يا حسين يا حسن. اسمعوا هذه الآية. بالمناسبة ترى القرآن يحطم مذهب الشيعة، القرآن يحطم المذهب الشيعي. لذلك هناك بعض الشيعة الذين يقولون أن القرآن محرف. لماذا؟ لأن القرآن يحطم المذهب الشيعي. كيف؟ سورة فاطر، الكل يكتب سورة فاطر الآية 13، الكل يكتب سورة فاطر الآية 13-14. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما يملكون من قطمير، أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا. إخوان الشيعة، ترى القرآن يقول لا الحسن ولا الحسين ولا علي يسمعوكم، ولو حتى سمعوكم ترى ما يجاوبوكم. إخواني، حتى لو يسمعوكم ما يجاوبوكم. هذا القرآن أجمل الأشياء. تفضل جاوب. افتعلي وقتي. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، بالنسبة يقول الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن، هذا كذب وافتراء. ما يقوله بعض الجهلة لا قيمة له، لأنه لدينا الإجماع. هذا المرجع الكبير السيد صادق الشيرازي، المرجع الكبير صادق الشيرازي يقول إجماع فقهاء الشيعة على أنه هذا القرآن الذي بأيدينا لم يزد فيه ولم ينقص من حرف ولا نقطة ولا
شيء. فنحن عندنا اجماع الشيعه لا نعتقد بتحريف القران، اما التحريف وقع في المعنى، فاي روايه تاتي بها هي تتحدث عن التحريف في المعنى. اخواني هو هذا حالهم، حالهم والله والله. انا عبالي بس السلفيه، انا تدرون يعني انا الان مصدوم، هذا قاعد يتكلم السلفي، افتح بث غضب فاطمه على ابو بكر يناقشني بزواج عمر من ام كلثوم، ثاني يوم افتح بث بزواج عمر من ام كلثوم يناقشني بغضب فاطمه على ابو بكر، ثالث يوم افتح بث بالموضوعين يناقشني بحروب الرده، افتح بث بحروب الرده يرجع على هذا الموضوع، ارجع على هذا الموضوع يناقشني بالتوحيد، اروح للتوحيد يرجع للنبوه، اجي للنبوه يروح للامامه. هسه هو هذا حالته. بالله عليكم من هو الاله الحقيقي بين الاسلام والمسيحيه؟ ايش قاعد تتكلم يا رمانه؟ يا ان الذين تدعون من دونه ايش قاعد تتكلم يا حسين يا علي؟ هذا موضوعنا؟ يجيب ايات حاله حال السلفي اللي ما عنده عقل. السلفي والذين تدعون من دونه، هو احنا ندعو اهل البيت من دون الله؟ نحن نعتقد ان اهل البيت لا يضرون ولا ينفعون من دون الله. هؤلاء الذين يدعون كانوا يدعون الاصنام من دون الله، واحيانا يتقربون بهم الى الله زلفى، يعبدونهم ويتقربون بهم. فالآية واضحة والذين تدعون من دونه، احنا ما ندعو اهل البيت من دون الله، اهل البيت لا يضرون ولا ينفعون من دون الله. ايش قاعد تتكلم؟ يقول لي اتحداك يجيب لي آية ان الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه انه الطفل خشي ان يرهقهما، فيقول لي اتحداك هو شنو سوى؟ هي الآية تقول خشي ان يرهقهما، خشي ان يرهقهما، يعني بالمستقبل ممكن ان يرهقهما. يقول لي اتحداك تثبت انه سوى شيء، هي الآية ما تقول انه سوى شيء، والله ما قتله وما قتله الخضر بسبب أنه في المستقبل أنه سيفعل هذا الشيء، لا لا إطلاقا ما كان قتله بسبب أنه في المستقبل خشي أن يرهقهما، لا، وإنما جاء أجله ولم يأتي أجله بسبب المستقبل إطلاقا، لأن نحن عندنا لا قصاص قبل الجناية. أنا الآن أطلع للشارع تدهسني سيارة مو لأنني فعلت فعلا فجازاني بدهسي للسيارة، لا، حان أجلي، الله كتب أن أرحل من الدنيا على هذا الأجل، كذلك الله كتب لهذا الطفل أن يرحل على هذا الأجل أن يقتله الخضر. ثم الله تحدث أنه هذا الطفل في المستقبل ممكن أن يرهقهما. على العموم يألف آيات، يألف آيات قرآنية، كم آية قرأها بشكل خاطئ، كم آية من القرآن ألفها؟ يألف آيات وتبتغي مرضات أزواجك وأم المؤمنين وزوجة النبي وعرس رسول الله وخيمة رسول الله، إيش قاعد تتكلم؟ تبتغي مرضات أزواجك، إيش قاعد تتكلم؟ وين قاعد تروح؟ إحنا وين؟ إيش بيك أنت؟ زين، يقول أنه أقول له انطيني آية، انطيني آية تدل على أن يسوع قال إني أنا الله فصلوا لي، هاي ما جاوب عنها، اكو ولا ماكو؟ جاوب عنها، واذا ماكو انطيني ايه قال اني انا الله. يجيب لي ناس، يجيب لي ناس انتم تدعونني الرب والمعلم، يا رب يا معلم. الرب تاتي على عده معاني، عندنا علي بن ابي طالب يقول انا رب الارض، يعني علي بن ابي طالب الله الاله؟ ايش دخل كلمه الرب الاله؟ انا رب الارض يعني سيد الارض، رب البيت، رب المنزل، رب الاسره. أنتم تدعونني الرب والمعلم، يعني أنا، أنتم تدعونني السيد المعلم هكذا. الإله، الإله قال أنا الإله ولا ما قال؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني إذا هو الله ليش ما يصلوا لي؟ هذا الثاني ما جاوبت. الثالث إخواني يقول وين 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 الأطفال قتلوا بسبب ذنوب غيرهم؟ أنت شنو ما قال الكتاب عندك؟ هذا الإصحاح 15 صموئيل الأول العدد الأول، قال صموئيل لشاول إياي أرسل الرب، الوقت راح يخلص. المهم عماليق إسرائيل شعب عنيف كانوا يعبدون الأوثان، الله أراد أن يقضي عليهم، فعندما قضى عليهم قتل حتى الأطفال الرضع. ماذا بالأطفال الرضع؟ بالشعب الكافر الذين يعبدون الوثن، لماذا قتلهم بذنوب غيرهم؟ وهذا النص موجود إصحاح 15 أرجع. طيب أعزائي، طيب أعزائي، الإصحاح 15 أمامي، أمامي الإصحاح 15 أمامي، أين مكتوب أنه قتلهم بسبب ذنبي؟ لا تقطع الرجان،
ما أين مكتوب أنه قتلهم بسبب ذنب آبائهم؟ قال في الكتاب المقدس، في كتاب الخروج، سوف تكون لكم معركة مستمرة مع عماليق، سوف تكون لكم معركة مستمرة مع عماليق. أتحداك تجيب نص يقول أنه قتلهم بسبب آبائهم. أتحداك اقرأها. أن الرب قال روح اذهب اقتل الأطفال بسبب آبائهم. كذب، لأن الرب يقول أنه لا يفعل هذا الشيء، يعاقب كل إنسان حسب عمله. طيب، أنا سأجازي كل إنسان حسب عمله. بوم. اثنين، الرب في الكتاب المقدس، الرب ليس رب الأرض، الرب في الكتاب المقدس فقط يقولها الله. وتحداك تجيب لي واحد من الكتاب المقدس قال أنا هو الرب. زين، الأخ يقول رمانة يا موضوع، هذا كلام ربك. من منا يعبد الإله الحقيقي؟ كلام ربك. أن حبة من الرمان تمرض شيطان الوسوسة، كلام ربك. هذا كلام إلهك، كلام إلهك. زين. أعزائي، سألناه على موضوع الرمان، لم يجب. ويسوع المسيح هو الشاهد، طبعا احنا منتظرين، ما زلنا منتظرين. يسوع المسيح هو الشاهد أن الشيخ الإمامي قال أن من زوجة الله، قال تحداك الجواب عليها. ثلاثة، يقول ما هي علاقة الرسول النبي الأمي بمناظرتنا؟ أنا أقول لك افتح أذنك واسمع، لأن إلهك يكذب علينا. كيف يكذب علينا؟ عندما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا الكلام صحيح؟ كلام كذب. أين نجد هذا الكلام؟ تفضل، أنا في صلب الموضوع، لأن إلهك يكذب علينا. إلهك يكذب علينا، يقول أن الرسول النبي الأمي موجود عندنا في التوراة والإنجيل. جيب المصدر، جيب المصدر. إن عقيدتك مبنية على أن الرسول معصوم، إلهك عندك يقول أن الرسول معصوم، صح؟ إلهك يقول أن الرسول معصوم. إن كان رسولك معصوم، هذا هنا أيضا إلهك يكذب علينا. إلهك هنا، أنا في صلب الموضوع، إلهك يكذب علينا. إلهك يقول أن رسولك معصوم، كذب. وتخشى الناس، رسولك يخشى الناس، إذا إلهك يكذب علينا. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، إلهك يكذب علينا، الرسول غير معصوم. أعزائي اسمعوا هاي البوم القوية، هاي البوم جدا قوية. الأخ يقول إحنا ما نؤمن بتحريف القرآن. اسمع، تفسير البرهان في تفسير القرآن لهاشم الحسيني البحراني، سورة آل عمران والآية 110، قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف عن المنكر. يقول علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان قال قرأت عند أبي عبد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية، فقال أبو عبد الله خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن والحسين؟ فقال القارئ جعلت فداك، كيف نزلت؟ قال نزلت كنتم خير أئمة أخرجت للناس، ألا ترى مدح الله لهم؟ شوفوا عزائي، شوفوا الجمال. القرآن يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والقرآن يقول أن الإمام معصوم، والإمام معصوم يقول أن القرآن كذب معرف. الإمام المعصوم يطعن بالقرآن، والقرآن يقول أنت يا إمام غير معصوم، أنت مثلك مثل الناس، بشر عادي. إذا الرسول كان يخطئ. صوتي موجود ولا لا؟ تمام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني يقول أنه إلهك يقول أن الرسول معصوم، أتحداك تجيب لي بالقرآن آية تقول أن الرسول معصوم بهذا النص. راح يقول لي لا، أنا أتكلم عن معاني والأدلة على ذلك، هذا النص يفيد هذا المعنى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما ينطق به عن الله إذن هو معصوم. إذن هو يتكلم عن ألفاظ، هذه الألفاظ يتكلم عن معاني، هذه المعاني لها ألفاظ في القرآن تفيد هذا المعنى، لاحظتم كيف؟ على العموم، فكذلك أنا أقول لك أنه في الكتاب المقدس أنه إلهك سحق الأطفال الرضع، وهؤلاء لا ذنب لهم وإنما بذنوب آبائهم. زين، ما هذا النص الذي يفيد هذا المعنى؟ أكو نص يفيد هذا المعنى؟ نعم، هذا النص في الكتاب المقدس صموئيل الأول إصحاح 15 العدد الأول، وقال صموئيل لشاول، صموئيل نبي، شاول ملك الله جعله على شعب إسرائيل وباركه، على العموم بعد ذلك عصاه، فإياي أرسل الرب لمسح كملكا على شعبه إسرائيل. والآن فاسمع صوت كلام الرب، هكذا يقول رب الجنود: إني قد افتقدت ما عمل عماليق، يعني العماليق بإسرائيل، العماليق شعب عنيف يعبدون الأوثان، فالله أراد أن يعاقبهم. على العموم ماذا فعل حين وقف له في الطريق عند صعوده من مصر؟ فأراد أن يعاقب هذا الشعب، شعب عنيف جدا، جرت حروب عديدة، يعبدون الأوثان، يؤذون الناس، فالله أراد أن يعاقب هذا الشعب، أراد أن يعاقب هؤلاء الذين أفسدوا. ماذا فعل؟ فالآن اذهب، يقول له اذهب واضرب عماليق وحرموا كل ماله ولا تعفوا عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا غنما، جملا حمارا، لا تبقي الاخضر واليابس، احرق ربربهم روح، لا تبقي لا جمل لا حمار لا مر لا امرأة لا طفل لا هاي، حتى الرضع طفلا ورضيعا. هذا ربك يقتل الرضع، ليش؟ لأن شعب عنيف يعبدون الأوثان كانوا يؤذون. زين، هذا الرضيع ايش دخله؟ ايش دخل هذا الرضيع؟ هاي البقرة، هذا الجمل ايش دخله؟ الخروف ايش دخله؟ ولو نسيت هو ربك خروف. ها، قلت أنه معنى الخروف أنه وديع وحباب. زين، ليش خروف؟ ليش مو سمكة؟ السمكة وديعة وحبابة، ليش مو غزال؟ ليش مو زرافة؟ والله الغزال حلو، ليش ما قال أني زرافة؟ ليش قال أني خروف؟ يقول لا، خروف يعني وديع وحباب. خوي يقول أنا زرافة، أنا سنجاب، أنا سمكة، ما أدري. على العموم يقول أنه وتخشى الناس، تبتغي مرضات أزواجك، هذا من باب إياك يعني واسمع يا جارة، حتى يسمع هؤلاء أنه ماذا؟ أنه أوحى لنبيه، أرسل لنبيه، هؤلاء يقولون يظنون أن النبي يخاف منهم، فالله يقول له وتخشى الناس، وبين له أنه الله أحق أن تخشوه، حتى يبين لهم أنه النبي يلتزم بأوامر الله، فيلتزم بما أراده الله، فالله أحق أن نخشاه، فالرسول يخشى الله، فهذا من باب إسماعهم. أما تبتغي مرضات أزواجك، النبي ما فعله، هاي عند السنة، أنت لا تجيبهن عندنا، هاي عند السنة، يقولون أن النبي حرم على نفسه أمر أحله الله، إحنا ما عندنا هكذا شيء. يا أيها النبي لما تحرم بمعنى المنع، يعني لما تمنع نفسك تبتغي مرضات أزواجك؟ عائشة وحفصة منافقات، فالنبي حرم على نفسي أمر مباح، العسل أو مارية أمر مباح، أنا الآن منعت نفسي من شرب الماء، أمر مباح، عندما أمنع نفسي من شرب الماء ما ارتكب الذنب، فهو منع نفسه من العسل أو مارية أمر مباح، فالله قال له لما تحرم ما أحل الله لك؟ التحريم بمعنى المنع، حرمت عليه المراضع يعني منعنا عنه المراضع، التحريم بمعنى المنع، فالله يقول ليش تمنع نفسك من أمر مباح؟ من أجل عائشة وحفصة، لا خلي ولن، النبي كان يبتغي مرضات أزواجه اتقاء لشرها، لأن أحيانا النبي يتقي شر المنافق حتى يتقي شره، فالله قال إحنا راح نتدخل، وبالفعل تدخل وطالبهن بالتوبة، فالنبي ما ارتكب أمر محرم، وإنما اتقى شرها ابتغاء لمرضاتها اتقاء لشرها. الله قال لا، ما يستاهلن، لا تمنع نفسك، ما ارتكب أمر محرم، ما ارتكب أمر محرم، وإنما أمر مباح منع نفسه، وقال له إحنا راح ندخل. أما يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، تحريف القرآن، شنو تحريف القرآن؟ شنو تحريف له؟ الإمام أراد أن يبين أن المراد بالأمة لا كما تتصورون، فأشكل على المعنى، أمة تقتل الحسن، أمة تقتل الحسين، فأراد أن يبين أن الله أطلق الأمة، وأراد الأئمة كما الله أطلق على إبراهيم أنه أمة، وإبراهيم واحد،
فأطلق الأمة وأراد إبراهيم، أطلق الأمة وأراد الأئمة لا خصوص الأمة، وإلا الأمة قتلوا الحسن. فهذا تحريف في المعنى أراد أن يبينه، لا اللفظ المعجز. طبعا اعزائي الشيخ انشل شلل كامل، الشيخ انشل شلل كامل. ليش؟ لانه تحدينا يجيب ايه تقول ان الرب اراد ان يهلك الاطفال بسبب خطيئه الاباء، واتيناه بايه وضحناها بكل وضوح، هو ان الاطفال ليسوا ابرار من دعيته متعديا من الرحم، وحطمناه بكلام الإمام المعصوم الذي يقول أن أولاد الكافرين كفار حتى لو لم يبلغوا، حطمناه تحطيم كامل بحيث خلص بعد ما بقى عنده حجة. يقول لك ما قال لك الطفل يلحق أبيه، ما هو ذنب الطفل الكافر أن يولد في عائلة كافرة؟ يعني المسلم يولد في عائلة مسلمة يذهب إلى الجنة، والطفل الكافر يذهب كافر فيقول له ربك راح اشعل لك نار ذب نفسك بيها، ذب نفسك بيها. عن موضوع الحمل اجبناك مليون مره انه وديع ومتواضع القلب، لماذا لم تتكلم عن الاسد؟ الاسد الذي سحق الشيطان تحت الاقدام، الحمل الوديع المتواضع الذي قدمه الاب لكي يكون ذبيحه كفاره عن طريق الايمان بدمه، ذبيحة كفارة، ذبيحة تكفر عن خطايانا وذنوبنا، ذبيحة تكفر عن خطايانا وذنوبنا، هذه جدا قوية. فإلهك يقول للطفل ذب نفسك بالنار، ذب نفسك بالنار. بعدنا ما سمعنا موضوع الرمانة. طبعا الشيخ قبل شوية أعزائي كفر بدينه، الشيخ قبل شوية هو نفسه كفر بدينه عندما قلت له أن الله يقول أن رسولك معصوم، يقول لي جيب لي آية. ليش أنتم ما تؤمنون أن الرسول معصوم؟ ألا تؤمنون أن الرسول معصوم؟ الرسول يخطئ، الأئمة يخطئون، الأئمة يخطئون، الأئمة يخطئون، ما يخطئ. لماذا قتل إلهك الغلام؟ ما الذي فعله؟ خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. عدنا إحنا الأطفال أبرياء؟ كلا، عدكم الأطفال أبرياء، عدكم الأطفال أبرياء، صح؟ وإلهك يقولهم بيوم القيامة ذبوا نفسكم بالنار، فالأطفال لازم يذبون نفسهم بالنار، وإذا ما ذبوا يقول ها أنت عزتوني يا با. طبعا عدنا بعد ما زلنا مستمرين في لماذا يكذب إلهك علينا ويقول أن الرسول النبي الأمي مكتوب في التوراة والإنجيل، ووضحنا الخرافة التي أتى بها إلهك، الخرافة التي أتى بها إلهك عن موضوع حبة الرمان، حبة الرمان، وعن زواج المتعة. أنت تكلمت عن الكتاب المقدس، إحنا معنا زواج متعة، إحنا عندنا زواج بامرأة واحدة فقط، زواج بامرأة واحدة فقط، والخوات خواتنا الذين نحبهم العراقيات يتألمون كل يوم بسبب تصرفاتكم. نسيت البحث اللي تم عن طريق قناة البي بي سي لما راحوا للكاظمية والأعظمية؟ نسيت، نسيت لما راحوا للكاظمية والأعظمية بالكاميرا الخفية؟ نسيت. يبكون النسوان، يبكون، يبكون، يبكون على الألم، على الألم. حتى أطفال الزوجون زواج متعة عمرهم 12 سنة، يقول لك، يقول له بابا ترى هاي بكر، يقول ايه ماكو مشكلة، سوي سوي لريحك، بس امشي انه ما تدخل بيها، امشي. نسيت الكاميرا الخفية، نسيت، وجو يصوروا كل شيء. لكن يسوع المسيح أتى حتى يشفي القلوب،
وظل الخوات والإخوان كلهم بالعراق أصلي يسوع المسيح يلمس قلوبهم ويخلصهم من هذا الظلام. والمرأة اللي أنتوا حطمتوها، أنتوا الرجال اللي تفكرون فقط بشهوتكم، حطمتم النساء هناك، يسوع المسيح أصلي يشفيهم ويخلصهم من العذاب. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اخوانا انا عبالي بس السنه عندهم خطب الجمعه، طلع النصارى عندهم خطب، بس هم خطبهم يوم الاثنين، اليوم اثنين وقاعد يخطب خطبه انتو والكاظميه وما ادري شنو وكذا. يا كاظميه يا هذا ايش قاعد تتكلم؟ يقول لي الرمانه يا رمانه، من هو الاله الحقيقي الذي يستحق العباده؟ الهك ولا اله يا رمانه؟ راح نعبد رمانه؟ يقول لي ما رديت على الرمانه، حبه الرمان، الرمانه فيها حبه من الجنه، فيها حبه الرمان تمرض شيطان الوسوسة، وبعدين هاي الرمانة الله جعل فيها ذلك الأمر أنه فيها حباية من حبايات الجنة، الله جعل فيها هذه الرمانة، جعلها شفاء تمرض شيطان الوسوسة. أنا راح أعبد الرمانة؟ إلهك وين؟ والله ما أدري إلهه وين. يقول لي ما رديت على الإله أنه أسد، وين إيش علي بإلهك أسد؟ مرة يصير أسد، مرة يصير دودة، مرة يصير خروف، مرة يصير لا تخليني أحكي كوما 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 كوما، أكو عبارات حتى أستحي أحكيها. ربك كل ساعة يصير شيء، أنا شعلة يبيك؟ يقول لي لا، هاي تعابير مجازية، ربي صار خروف يعني وديع، وديع ليش ما صار زرافة؟ ليش ما صار كتكوت وديعة؟ ليش ما صار دجاجة؟ ليش ما صار بطريق؟ ربك إيش عنده ويا الحيوانات؟ متنسي حيوان ولا شنو؟ يقول أولاد الكفار الصادق، قال أولاد الكفار كفار يمردين، انت ما عندك شيء، ما عندك شيء، حتى السلفيه مو لهالدرجه يعني وصلوا. مو قلنا لك هذا الابن يولد كافر، ابو امه كفار، فهو كافر يلحق بابائه، اذا بلغ اقيمت عليه الحجه اسلم يصير مسلم، يشهد الشهادتين، يبحث عن الاسلام. يقول لا، هو شنو ذنبه؟ شنو ذنبه يولد بعائله كفار؟ وأنا شنو ذنبي ربك خلاني أناظرك؟ شنو ذنبي أقابل وجهك؟ شنو ذنبي؟ مو ربك اللي خلق كل البشر؟ فشنو ذنبي ربك خلاني أقابلك؟ انطيني ذنبي. يقول ألا يقول عندما قلت له إلهك يقول الرسول معصوم، يقول لي انطيني نص من القرآن. أنت لا تعتقد أن النبي معصوم؟ شبيك حبيبي؟ قلت له وان الصوت وقف عنده صح؟ لو عندي لو شنو؟ الصوت وقف عنده لو عندي لو يمنه. الصوت عنده صح؟ انا صوتي واضح صح؟ اوكي. عنده. شفتم أعزائي شلون يسوع دائما ينتصر؟ شفتم؟ ما بقى حجة واحدة. شفتم شلون يسوع المسيح دائما ينتصر؟ ما بقى حجة واحدة ما حطمناها. ما بقى حجة واحدة ما حطمناها. جاب موضوع الأطفال وماكو سؤال ما جاوبناه. ماكو سؤال واحد ما جاوبناه. سؤال واحد ما جاوب. خليه يجي، ما عندي مشكلة. لا أحد يستطيع على يسوع المسيح أبدا. ما بقى حجة ما دمرناه. يقول لي رب، يقول لي شو لك علاقة بالرمانة؟ مربك يقول إن الرمانة تمرض شيطان الوسواس. أكو شيطان وسواس، وهي خرافات إنه الشيطان يصير مريض. أعزائي عند أهل الشيعة الشيطان ممكن أن يكون مريضا، ممكن أن يكون مريضا. يسوع المسيح هو الله. يقول لي يا كاظمية يا أعظمية ليش؟
يا كاظمية يا أعظمية، ليش أنت ما شفت؟ اخوان في صوت ولا لا؟ أنت شو ما اللي شفت صار اخوان؟ البحث والكاميرا الخفية ما ادري بالكاظمية تسمعوني؟ والأعظمية؟ ما شفت؟ ما شفت النسوان اللي تبكي؟ نسوان تبكي 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 دموع، ليش؟ كل يوم، كل يوم ويوم، كل شهر زواج متعة، زواج متعة، زواج متعة. آه يا باخ. صوته موجود شلون يعني؟ أنا ما طالب أحد. أقصد الشيخ؟ شنو هذا؟ شو يعني أقصد الشيخ؟ شو يعني قصة الشيخ؟ ما فهمت انا. هاتوا طلع. شو اللي صار؟ سأل نفسك. انا شو علي؟ قبل ووقف البيت، شو النفع سأل عندك نفسي؟ انه طار. واذا طلع عندك؟ اذا طلع عندي الناس مستحيل يسمعوني، الناس بطلوا يسمعوك انت. تمام، يلا بدال الجولة. انا ايش قد اخذت مقالك ده وقت؟ يختم بس. ايش ما لانه ادري انت متابع الوقت. يعني. تمام، تابع كلامي، متابع الوقت. متابع كلامك والوقت، يلا لأنه اعطيني، خلينا نشوف من المتابعين صوتك. اخوان. ايش قد كان الوقت باقي لي؟ دقيقتين ونص يقولون. يقولون دقيقتين ونص، تفضل. يقولون قلت ونص. لك دقيقتين. كنت متابع، اعطيني الدليل. كنت متابع انه هم دقيقتين وقت. لعد ليش كل المتابعين يقولون 2:30؟ انا ما علاقة بمتابعينك، انت قاعد تسألني، انت قاعد تناظر وياي صح؟ اي، فانا اقول 2:30. انت انت شو تقول؟ شلون تقول دقيقة ونص وانت ما تعرف؟ لا لا هسه انا بقول لك انت اعرف، صوتك راح، المشاهدين صوتك قالوا راح. لي انا اثق طيب بالمشاهدين. ماكو مشكلة، اخذ دقيقتين ونص. لا 2:30، يلا بدال 2:30. وقفني عود. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني طبعا لم ياتي بشيء الى الان، فقط كرر نفس الاسئله. قلنا انه يقول انه النبي عندك الهك يقول الرسول معصوم. قلت له انطيني الدليل يقول الرسول معصوم. فيقول لي انت ما تؤمن انه معصوم؟ لا، انت مو قلت الهك يقول، فلازم يكون بالقران اكو ناس. انطيني الناس كما هو. زين، بعد ما جاء بشيء نفس الكلام، الرمانه وزواج المتعه، قلت له هذا التشريع. يقول نساء متعذبات بسببكم، لعنة الله على من يؤذي أي امرأة بريئة أو طفل بريء أو أي شخص يؤذيه، لعنة الله عليه. احنا لا ندعو إلى العنف، رسولنا بعث رحمة للعالمين. زين، هذا كل شيء ما جاب، كل شيء ما جاوب. أسئلتي شو وقت يجاوبهن؟ أسئلتي شو وقت يجاوبهن؟ قال لي أنه أحمد الإمامي يقول أن مريم زوجة الله. قلت له طيني تسجيل أحمد الإمامي، طيني التسجيل عرضه، لحد الآن عاجز. وين التسجيل؟ ماكو اي تسجيل. انطيني التسجيل حتى اعرف شنو قال. قال موجود بالكتاب المقدس ولا اطلق القول؟ شنو لفظ عبارته؟ اتحداك. زين، ما جاوب على اي سؤال. قلت له انطيني يسوع قال انا الاله. يقول لي قال انا الرب. اي انا الرب، الف ولام جنسيه. انا الان اقول انا الرب، يعني انا السيد، الف ولام للجنس، يعني اشاره الى كل الخلق، بالنسبه الى كل الخلق. فإذا قال أنا الرب، هاي ألف ولام للجنس، ما لها مدخلية. طيني قال أنا الإله، وانطيني لماذا لم يقول صلوا لي؟ ما ولا كأنه يانا. أنا أتكلم في صلب الموضوع، صلب العقيدة. الإله الحقيقي هو يتكلم لي رمانة وتفاحة على العموم، ويتكلم لي النبي والنبي معصوم وتبتغي مرضات أزواجك. إحنا موضوعنا عن النبي. يقول لي ليش 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 أنه عندما النبي مكتوب في التوراة، أين نجد النبي مكتوب بالتوراة؟ حبيبي احنا مناظرتنا عن النبي لو عن الإله الحقيقي، عن الإله الحقيقي. فأنت من تريد نتكلم عن النبي أنطيك الأدلة عن النبي. طيب طيب أعزائي، هاي طبعا مداخلتي الأخيرة، هاي مداخلة الأخيرة، لأنه نفس الكلام يعاد ويقال. نحن قلنا له 100 مرة بس هو ما عنده جواب. 100 مرة قلنا له ما هو علاقة النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الإنجيل؟ ما هو علاقة؟ قلنا له هذا الكلام كذب، فإلهك يكذب علينا،
لا حكي يكذب علينا، نحن نريد مصدر، نحن نريد مصدر من الكتاب المقدس يؤكد كلام إلهك، لأنه لا تكذب علينا. المناظرة مع الإمام موجودة، وأتحداكم إخواني 200 واحد، أشجعكم إخواني 200 واحد روح يسمع المناظرة، قال أم لم يقل، هو موجود على اليوتيوب، وهو تحدينا مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة ولم يأتي بأي شيء. فإحنا الموضوع هو من منا يعبد الإله الحقيقي؟ إله يكذب علينا، يقول أن الرسول النبي الأمي موجود عنده في التوراة والإنجيل، هذا كذب. طيب لقد قال بالنسبة للإيمان أن الرسول معصوم، لعد أنتو مبدأ أن الرسول معصوم، هذه الفكرة أتتكم بوحي إلهي أم لا؟ هل تؤمنون أنتم بالوحي إلهي فقط طريق القرآن؟ كلا، أنتم عندكم روايات أيضا وحي إلهي، لأن المعصوم ما ينطق عن الهوى، فالذي يقول المعصوم هو كلام الله. وماذا هو كلام الله؟ فلحد الآن لم يجب، ولا يجب بأي شيء، ويقول عن الله على كل إنسان يؤذي امرأة. ما الذي إذن يحدث في بغداد؟ ما الذي يحدث هناك؟ ويبكون دموع دم النساء، يبكون دم على من؟ طبعا الموضوع قلت له، قال أطفال كفار هم كفار، لماذا هم كفار؟ ما الذي فعلوا؟ لماذا أطفال كفار كفار؟ لماذا؟ يعني الطفل هو يولد في عائلة مسلمة يطلع مسلم، وفي عائلة كافر يطلع كافر؟ عندك جواب؟ ما عندك جواب، ما عندك جواب، ما عندك أي جواب. نرجع على موضوع عصمة رسولك، أنتم تؤمنون بعصمة الرسول، هذا كلام إلهك، هذا كلام إلهك أن رسولك معصوم، وتحداك تقول لا، حتى تقول أن إلهي لا يقول أن الرسول معصوم. فلماذا كان رسولك يخشى الناس أكثر من الناس، أكثر من الله؟ يخشى إلهك، يخشى الناس في سورة الأحزاب أكثر من الله، وأيضا في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك لك، يقول اسمعي يا جارة، هناك يقول في سورة الأحزاب أنت يا أيها النبي تخشى الناس، تخشى الناس. تعطيم العقيدة الشيعية، تعطيم كامل للعقيدة الشيعية عزيزي انت. وبالنسبة لتحريف القرآن، الأخ قال ماذا قال؟ الأخ قال هذا بالتأويل تكذب، لأن الإمام المعصوم سألوه كيف نزلت، كيف نزلت؟ فقال نزلت، نزلت كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، عذرا كنتم خير أئمة. لاحظ السؤال واضح، السؤال واضح، كيف نزلت كنتم خير أئمة؟ بالنسبة ليسوع المسيح أنه هو الرب الله المبارك، كلمة الرب في الكتاب المقدس تعني شيئا واحدا فقط، هو الله. كلمة الرب في الكتاب المقدس تعني شيئا واحدا فقط، هو الله. وتحداك تجيب لي شخص في الكتاب المقدس قال أنا هو الرب، جيب. كلمة إغريقية هو كوريوس معناها الرب الخالق. طيب طيب أعزائي، يسوع المسيح هو الله المبارك ملك الملوك ورب الأرباب، الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والأخير. أريد أن أختم بهذه القصة، أرسلوا لي فيديو للشيخ، الشيخ هو طبعا يمثل الأمة الإسلامية، فقال له واحد شتمه وقال له إذا أنت تتجاوز راح أحط النعال بحلقك. راح من راح؟ ألو وين راح؟ وين راح الشيخ؟ ألو أسمعك كمل الكهرباء. 20 ثانية راح أخذ فقط. هو شنو 20 ثانية؟ هي ثانيتين. راح أخذ 20 ثانية. الشخص اتصل بالشيخ مجتبى وسبه وقال له إذا تعلي صوتك راح أحط نعالي بحلقك، فأجابه الشيخ الذي يمثل الشيعة، يمثل المذهب الشيعي، قال له أنا راح أحط النعال بعائشة. تصوروا أعزائي، فكروا في هذا الكلام، والفيديو موجود عندي، الفيديو موجود عندي، تفضل.
أرجع وأكد لك ممنوع تجيب أي شيء جديد. راح تجيب أي شيء جديد راح أنا أتصل. خلاص وقتك. بس ده أذكرك أنا خلاص أنا ما قاعد أتكلم بنظرة. ده أذكرك إنه أنت عندك المداخلة الأخيرة. راح تجيب شيء جديد راح أعلق عليك. شبيك 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 راح تموت شبيك. اتفضل. وقف خل تيجي الكهرباء ما عندي ضوء. أنا ما راح. خل تيجي الكهرباء. قاعد أوضح لك القوانين. اي مو احنا قلناها بالبدايه راح تشنق روحك. اي مو انا اعرف ان انا جميل. ما اتذكر. خلي شوف. تمام بس ثواني يجيبوا لي ضوء. اللهم صل على محمد. يا الله. اللهم صل على محمد. انت ليش ما تريد تكمل؟ شنو السبب؟ اولا اتفقنا انه 9 مداخلات والتسعة صار وخلصا. ما خلص بسرعة تريد تروح بعد بعدني ما متكلم عن شيء بعد لي عشرات النصوص 9 مداخلات معناه 45 دقيقة احنا حاليا الساعة 9 قربنا ايش فيك احنا بدينا ب 8 احنا اكثر من 10 حاليا احنا عندكم ساعة 10 تقريبا خلصت 9 مداخلات وانتهى ما ادري تحاسبين اعطينا دليل الحساب 9 مداخلات 45 دقيقة 45 دقيقة زائد 45 دقيقة ساعة ونص وإحنا حاليا صارنا تقريبا ساعتين أوكي عزيزي حيك تفضل كم مداخلة إحنا اتفقنا 9 مداخلات وليش ما سوين 10 شيء وقاعد نظل نعيد الكلام وأنت ما جاء انت ما عندك شيء انا عندي اشياء اريد اطرحها انا ما عندي شيء هذا تمام يلا بدالي جوله بدالي جوله هو يقرر عندي وما عندي جوله بدالي جوله بدالي جوله اللهم صل على محمد هاي مداخلتي الاخيره تمام بدون اي شيء جديد نعم صح دخل لي بعد مداخلتين تمام يلا لا تقاطعني بسم الله الرحمن الرحيم اخواني لم ياتي بشيء كل شيء ما عنده قسما بالله كل شيء ما عنده يقول لي كلمه الرب تعني الله فقط اثبت هذا الشيء انا الرب هذه الالف واللام للجنس بالنسبه الى الخلق انا الرب يعني انا السيد انا سيد الخلق تاتي بمعنى السيد انت تقول لا كلمه الرب فقط بمعنى الاله اثبت لي كلمه الرب فقط بمعنى الاله اثبت لي لا تقول لي في الكتاب الرب يعني تعني الاله اثبت لي هذا الشيء ان الرب لا تطلق الا والمراد منها الاله ما أثبت زين قلت له أتحداك أنه أخواني إحنا مو قلنا أنه طفل يولد يأتي إلى الدنيا يؤذن في أذنه ويقام في أذنه الأخرى قلت له انطيني أثناء التعميد أنتم عندكم أثناء ما الطفل يأتي يضعونه في الماء باسم الآب الابن روح القدس تعميد كذا يباركونه انطيني أحد الأنبياء أحد الرسل يسوع عندما كان يأتي الطفل يعمده بالتثليث ما جاوب أي شيء ما جاوب أي شيء قلت له طيني ليسوع أنه يسوع أنه ماذا قال صلوا لي وكأنه لم يسمع ذلك ما لم يأتي بأي شيء قلت له طيني أحمد الإمامي هسه كان طلعتها مداخلة كاملة انطيني أحمد الإمامي قال أنه مريم زوجة الله يقول قال هذا القول انطيني الدليل افتح لي التسجيل ما فتح التسجيل وقسما بالذي فطر السماوات بغير عمد يجوز أحمد الإمامي منطيه الدليل هو قاعد بسبب أحمد الإمامي حاشرة أحمد الإمامي مستحيل ما منطيك الدليل منطيك الدليل ولهذا أنت تخاف تفتح التسجيل لأن تعرف أنه من السئلة يطيك الدليل زين ومن يقول وشنو قال قال موجود بالكتاب المقدس لو أطلق ذلك إذا أطلق ذلك فالآن بما أنه مداخلتي الأخيرة فما راح أتكلم بهذا الموضوع وأجيب لك الأدلة على أنه موجود عندكم الباب شنودة الثالث قال أنه ماذا أن مريم عروس الله فأحمد الإمامي قال عروس الله لو قال زوجة وشنو كان كلامه وقال بالكتاب المقدس لو أطلق القول يجيب لك يا من القديسين وكذا يقول أنه النساء يبكون ومجتبى يقول أنه لعنة الله على من ماذا لعنة الله على من يسيء إلى النساء إيه هؤلاء الذين يسيئون للنساء ويؤذوهم بغير وجه حق هؤلاء يعذبون تحل عليهم اللعنة كونهم فعلوا هذا الفعل لا يعني أننا نؤيد ذلك لا يعني أن الرب يؤيد ذلك أنت قبل قليل قلت لك داود كان يزني قلت لي داود عندما زنى لا يعني أن الرب يؤيد ذلك طبعا هذه الأفعال التي يفعلها هؤلاء لا يعني أن الرب يؤيد ذلك وأنا من جبت لك داود ما قلت لك أن الرب أيد ذلك من جبت لك داود سألتك هذا السؤال وهمين ما جاوبت
ولا سؤال يجاوب. سألتك هذا السؤال، كيف تريد مني أن أترك داود عندي المقدس الطاهر المطهر وأتبع داود عندك الذي زنى بامرأة أحد أصدقائه القائد عنده، بعد أن زنى بها قتل القائد الذي زنى بامرأته، كيف أترك داود الطاهر عندي وأتبع هكذا داود؟ لاحظتم؟ هذا كان إشكالي، ما قلت لك الله مؤيد ولا ما مؤيد، قلت لك كيف أترك داود عندي يقول أنه الإمام سئل قال هكذا نزلت. نعم، لأن الآيات كانت تنزل مع البيان، الله يقول في كتابه إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فالآية كانت تنزل مع البيان، كنتم خير أمة بيانها الذي نزل، المراد بالأمة الأئمة، كما أن الله أطلق على إبراهيم أمة وهو شخص واحد، أطلق الأمة وأراد الأئمة. يقول قرآنك يقول أنت أيها النبي تخشى الناس، لا تقول من باب إياك يعني واسمع يا جارة، شوفوا شوفوا عقليته، أولا ماكو بالقرآن أنت أيها النبي، ثانيا يقول أنه في القرآن تخشى الناس، ويقول لي لا تقول إياك يعني واسمع يا جارة، لأن القرآن يقصد النبي، هي هاي القاعدة هي هكذا، إياك أعني يقصد النبي ويريد إسماع هؤلاء، هي هاي القاعدة، أنت ما تفهم ولا إيش؟ زين، يقول أنه إلهك يكذب يقول بالقرآن النبي موجود في التوراة والإنجيل، إيه أنا اعتقادي أنه هاي النسخة اللي عندك هاي النسخة الموجودة محرفة، النسخة الأصلية نجيبها تلقى اسم النبي موجود، فهاي نسخة مزيفة، أنت جيب النسخة الأصلية وبعدين قل لي. زين، لم يأتي بشيء إخواني، تشلب بالرمانة، الرمانة إذا الرمانة بيها حبة من حبايات الجنة، ثم ماذا؟ يعني بطل الاعتقاد بالإله؟ إيش قاعد يتكلم؟ إيش قاعد يتكلم؟ ما أجاب على أي سؤال، والله العظيم إخواني ما جاوب على أي سؤال طرحناه عليه، قلنا له هل يسوع قال صلوا لي بما أنه إله؟ ما جاوب، قال أنا الإله بهذا الناس، يجيب لي الراب، ما علي بالراب، أنا الإله، ما جاوب، طرحت له كيف أترك داود الطاهر عندي وأتبع داود الزاني عندك؟ ما جاوب، وطرحت له أثبتت له أنه سحق الأطفال الأبرياء بسبب هؤلاء القوم الشعب السيء، ما جاوب، ما علق، فقط يروح منا ويرجع منا. راح صوتك صار إيه هسه رجع اسمعني صوتك. الآن طيب عزيزي تمام، حياك الله وأهلا وسهلا، مع السلامة، حياك الله. شفتم أعزائي الشيء الجميل، شفتم الشيء الرائع، شلون دائما يسوع المسيح ينتصر دائما. طبعا اللي بس عمود أرد على كلامه، قال أنت أثبت لي أنه الرب معناها الله، أثبتنا لك بأنه لم يقل أحد عن نفسه أنه أنا هو الرب إلا الله، هذا أكبر إثبات، يقول لنا ما لي علاقة، لا تقول رب. رأيت معزي كيف يسوع المسيح دائما ينتصر، دائما ينتصر، تحطيم كامل للمذهب الشيعي كله، وانا عرفت انه راح يجيب موضوع الاطفال، فذهبنا الى اطفال قوم نوح وقوم لوط والغلام الذي قتله، اصلا هو بلسان اعترف انه الغلام لم يخطئ، هو بلسان اعترف انه الغلام لم يخطئ، لكن